شهدوا على افتتاح اول مصلى في جماعه قزنايا اللي اليوم الحمد لله تم في يوم العيد، وكان فرحتين، وهو افتتاح المصلى وصلاه العيد فيه، واللي بقى ذكرى خالده في الاذهان جميع سكان جماعه قزنايا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أولا عيد مبارك سعيد، كنتمنوا بالصحة والعافية لجميع الأمة الإسلامية وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وولي العهد المحبوب جدد عهده بأخيه مولاي رشيد. الحمد لله كنعيش واحد الأجواء رائعة في جامعة قزنايا، تتشين المصلى أول مرة في جامعة قزنايا، واحد المصلى كانت في صلاة العيد كتقام الأول مرة، والساكنة الحمد لله فرحانين بها بزاف. صراحة قال كانت لنا مفاجأة، أهداها لنا السيد الوالي هدية جزاه الله عنا كل خير، وقام بتفعيلها السيد الباشا المسؤول على بشويه قزنايا، وكذلك ومثال السيد الرئيس مشكور على هذا الدعم ديالو اللا مشروط للمجتمع المدني، ولكذلك الفعاليات المجتمع المدني، وكذلك الساكنه قزنايا جزاه الله عنا كل خير. وهذه ان شاء الله البدايه، ونقوله بافتخار قزنايا تتاهل، وعندما نقول تتاهل لها ما لها وعليها ما عليها بمشيئه الله، والقادم سوف يكون افضل. ونطلب من الله التيسير، نكونوا كفاعلين جمعويين حقيقيين من ناحيه ديال العمل الجمعوي الحقيقي النبيل اللي هو صراحه قال يسود ويجمع، ونفتخر بهذه المسائل الكامله التي كنا نفتقدها سابقا والان نراها ملموسه وفي ارض الواقع. هذه المصلى الثانيه اللي كاينه في اقليم طنجه كامل، يعني قزنا تبارك الله واحد الحاجه اللي هي مزيانه اللي وفروا هذا المصلى هذا، والشكر كامل للسيد الباشا والسيد بو العيش اللي هو الرئيس ديال الجماعه. والسيد عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين والمغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. والحمد لله الاجواء ديال اليوم كانت واحد الاجواء اللي هي زوينه، المواطنين هنايا كيف ما شفتوا كان واحد العدد اللي هو كبير في هذا المصلى، اللي كنتقدموا بالشكر للسلطات وجمعيات المجتمع المدني على التنظيم اللي كان في المستوى الصراحه، وهذه الاعداد كامله باش تكون بواحد التنظيم اللي هو مزيان، هذا الشيء كيبشر والحمد لله.